لنية البعض أيضا للأسف الشديد إفشال هذه التجربة، وكأنهم لا يعلمون أنه لو غرقت الباخرة فإنها ستغرق بنا جميعا، لكنني أطمئنهم لن تغرق هذه الباخرة، تونس لن تغرق. وبين هذه المواقف وتلك يبقى السؤال المطروح، هل أن هذه الاعتصامات تلقائية تعبر عن حقوق مشروعة طال انتظارها ونفذ صبر طالبها، أم أن هناك أطرافا فعلا تؤججها وتدعو إلى الفتنة؟ هم ناس عديدين إنسانية، هم ناس يستحقوا القتل حسب يستحقوه، الناس اللي قتل وحسبنا الله من خير ربي. إذا نعود سؤال سيمودي جندوبي، القتل فعلا هناك من دعا إلى القتل، وهذا عدنان الحاجي في يعني لقاء شعبي دعا إلى قتل، وتواردت وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية ما دعا إليه، دعوة إلى معناها هي كانت دعوة صادمة يعني في الواقع من يومين تداولتها كما قلنا وسائل الإعلام وتناقلتها. أنا حينما أطرح عليك أنت السؤال هذا كأجيرة، هل تقبلين أن يدعو إلى القتل؟ طبعا لا. لا طبعا لا. وطبعا حكم من دعا إلى القتل، تفضل سي علي. أنا نحب نقول اللي هذه مش المرة الأولى اللي يدعو فيها إلى العصيان، دعا في هذه المرة إلى العصيان، إلى الانفصال عن تونس وإلى القتل، وزاد تأكيدا بتكرارها يجب أن يقتل. ولا أستغرب أن يصدر عنه مثل هذا الكلام، فلقد دأب منذ زمان على أن لا يقيس ألفاظه ولا يحترم التوانسة. القانون ياخذ مجراه، ولكن الملفت لانتباه سيدتي والسادة المشاهدين هو أنه في كل مرة يفعل فيها فعلة من هذا النوع هناك منظومة كاملة درجة على أنها وين يصير حاجة من نهضوي أو شيء تقعد تحكي عليها أقل حاجة 4 أسابيع وتجبدها في كل البيانات وتهب وتتظهر. يعني تقصد هل هيك تقول الأشياء بمسمياتها من دعا إلى الموت السياسي؟ سكتت ولم تصدر أي بيان. وين الرابطة؟ وين المجتمع المدني؟ وين الأحزاب؟ وين المنظمات الاجتماعية النقابية وغيرها؟ وين مواقفها من إنسان يدعو إلى الانفصال عن تونس، إلى القتل وإلى العصيان المدني وإلى استعمال السلاح؟ وين مواقفها؟ وأتوجه حتى بالسؤال للأخ الجندوبي، هل بالألفاظ التي ذكرتها وبالحرارة وبالإحراج اللي تشعر به، هل هكذا تعبر على فعلك؟ ما هيك تعبر على أنه لا ماهوش باهي وحوار؟ هل هذه اللغة اللي تعبر عليه موقف كيف ما هذا؟ ماذا تريدني أن أعبر؟ كنت أنتظر منك، أنا كنت أنتظر منك أن أقول أني أدين مثل هذه التصرفات وأندد بها وأعتبرها شاذة ولا تعبر على الروح نتاع التوانسة اللي بنوا دولتها. سمعني فقط نواصل بعد خذ راحتك. مثال نحب نلاحظ ملاحظات أخرى باش نتعدى باش ما يكونش موضوعنا لا هو الجزء الأخير، لو سمحت نعلق على الكل. لا لو سمحت، أنا لا أريد أن أعلق، أنا وزير داخلية ولا أريد أن أعلق طويلا، تأخذ الأمور مجرها. وعلى كل حال تونس بقدرة ربي ماشية لقدام وماهوش باش يعرقلها شخص وإن يخسرها فترة من الزمن أو من الاهتمام.